السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الكشف عن تهريب للبنزين باتجاه دول الجوار حقائق تعلنها المنتوجات النفطية، حيث كشفت شركة المنتوجات النفطية عن وجود عمليات تهريب للبنزين من المحطات العراقية سيما في بغداد العاصمة باتجاه أقليم كردستان وأيضا إلى سوريا ولبنان، مبينة أن الفارق السعري للمنتوج ورخص أسعاره بالمحافظات ساهم بتهريبه إلى الأقليم وإلى بعض الدول، كون أقرب الدول لدينا تبيع اللتر بدولار واحد بينما يبيعه العراق بثلاثين سنت. وقال معاون مدير عام المنتوجات إحسان موسى إن مافيات للتهريب والمتلاعبين وضعاف النفوس يقومون بالتهريب، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات رادعة بهذا الشأن، حيث عقدنا اجتماعات مع المخابرات والأمن الوطني وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى، وأثمرت بعض الجهود بضبط عمليات سحب البنزين من محطات في بغداد بغية جمع هذه الكميات ليتم تهريبها إلى الإقليم. وأضاف موسى أن جهود الأجهزة الأمنية تمكنت مؤخرا من ضبط عمليات تهريب بخمس محطات، وبالتالي فعلى جميع الأجهزة الأمنية متابعة عمليات التدقيق الخاصة بنقل المشتقات حتى لا يتم تهريبها، لأنه سيكون الأمر فيه خدمة للمواطن.